الخير. هلا سيدي بابن الاخر بتبلش هلا والليله بابن الاخر من اول وابرز الوجوه التلفزيونيه بلبنان مع ريما نجم. صار اكثر من 15 سنه بمجال تطوير المطاعم بلبنان والشرق الاوسط جون كلود غصن. صوت طرب مميز بذكرنا بالراحله اسمهان وام كلثوم مع الفنانة ساره الهاني. عندك حدا من اصحابك بدك ترجعه على لبنان؟ الحل مع الماسه والتفاصيل عن الحمله مع اسعد دويهي. مخرج اكثر من وثائقي عن لبنان حمل قضيه وطن مع بيير دواليبي. العلاج والتحديد الايحائي على طريقه التنويم المغناطيسي مع تجربه حيه رح تصير بقلب الاستوديو مع حدا من نون مع دالي شعشع. واخيرا البركشن والاستعراض مع شخص لبناني وصل العالميه جورج صافي. بلا ما ننسى اخر انجاز والتصفيات مع بنك اوف بيروت. حلقتنا لليله بمن الاخر مع الياس الرامي ريما نجار دينو كرم زينة شمعون جورج حرب ورولا كادر. اهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتنا لليله. اليوم الحلقة 99 لمن الاخر وان الله راضي، يعني اذا ما حدا انصابنا بالعين ما ضاينا الحلقة المية الاسبوع الجاي. بس الجمهور ليلى قد الحلقة مية، يعني قد المية. بدي وجه تحية كثير كبيرة لسان جوزيف عنتورة. مين سان جوزيف عنتورة؟ زقفونا زقفونا. وابناء الانطونية بوشرية. وامجد شوي فات. انا فيكم زقفه لبعض، يعني مش كل واحد زقف. بس خير جميعا. تينو كرم عشقت سير مسرحيه حضرتها، ومين حضر مسرحيه تينو؟ بعد ما اجوا فلانتا جيت بيير. ليه؟ في عشقة سير ما عم يقدروا يوصلوا. ايوه ايوه زمان تينو كيف المسرحيه؟ مظلومه كثير المسرحيه عفوا. وجه تحيه كثير كبيره كمان لكل المشاركين بالمسرحيه وتحديدا جوزان بولس. نوجه لها تحيه كثير كبيره لجوزان اللي كانت ضيفتنا. كيف اول عمل مسرحي؟ اول تجربه على ليك. فيها كثير شغل، صرنا ثلاث اشهر بركه في تمرين سبع ساعات كل يوم. ومش معود انت مش معود لا مش معود ما يكون دغري لايف هيك. انت معود عاده وقت تقعد مع بنت مسرحيه بس. مزبوط بعملها مسرحيه موليير. بس لذيذ كثير لانه شو ما تعمل دغري عندك الرتور بيبليك دغري ديريكت، مش انه شوفوك على التي في بعدين بيقول لك. فكل ما الجمهور الرياكشن تبعه ايه كل ما يعطيك كل ما تصير انت تزيد اكثر. هلا انا مهمتي كانت صعبه، عندي ثمان ادوار عملهم، فبدي اظهر وارجع افوت بغير شخص. تغير شخصيات. مزبوط. اي شخصيه اكثر شيء حبيتها؟ هيك جمله من المسرحيه، هيك اعطينا هيك شيء جمله مهضومه من المسرحيه. شو وحده مهضومه؟ شو يا فريز؟ بعدك ما لاز؟ مسرحية عجلة سير أكيد لجوزيان بولس على مسرح مونولا. إمتى باقية؟ لا 19 أيار. لا 19 8 ونص من الخميس للأحد. من الخميس للأحد. وفي ماتيني؟ ما في والله بعد. ماتيني بالشاتو تريانو بس ما عم نعمل. سعيد. طيب نبلش مع أول ضيف لليلة وببليك شوجر. وجه اعلامي بارز كاتبه وصحفيه تاثرت من هي وصغيره بولدها الدكتور فضل نجم بالفكر والفلسفه وحازت على دكتوراه بالصحافه والاعلام. دخل التلفزيون بعمر صغير واصبحت من اكثر الوجوه الاعلاميه انتشارا بلبنان والعالم العربي، ولقبت من قبل الصحافه العربيه باميره الفصحى البيضاء وسفيره الكلمه والجمال. قامت بالعديد من البحوث والدراسات بالادب والحضارات، حوار الاديان والاعلام وشؤون الانسان، خاصه المتعلقه بالمراه والطفل، وكتبت العديد من الكتب نذكر منها فيروز وعلى الارض السلام، كتاب الشيخ زايد تاريخ دوله الامارات وجغرافيتها، الشاعر منيف موسى في بعض من سيره ثقافيه، ومؤخرا كتاب جبران خليل جبران اجراس الثوره واعراس الحريه. هي عضو تحكيم بلجان ثقافيه
أدبية وفنية عديدة، نالت على عدة تكريمات وجوائز، نذكر جائزة أفضل إعلامية عربية بمهرجان القاهرة الخامس للإعلان. خلينا نتعرف سوا على الإعلامية وسيدة من سيدات الأدب ريما نجم. ريما نجم أهلا وسهلا فيك بمن الآخر. أهلا وسهلا فيك، شكرا. المساء الخير على المحطات اللبنانية. نعم. من ريما نجم اشتقنا له. وأنا اشتقت لكم. آخر مساء الخير قلتيها على محطة لبنانية. آخر مساء الخير مهنيا ولا كضيفي؟ لا مهنيا. آخر مرة يمكن مع تيري ريبا، بس عربيا لا، بعدني ببعض عندي إطلالات. آخر مرة كانت بال 2001 وقت ما سكر تيري ريبا، لا من بعدها 2004 وقتها بسهرات تلفزيونية رمضانية كنا على التلفزيون. بال 2004 بتحس بغصة انه كيف اليوم تلفزيون لبنان ما حدا مهتم فيه؟ هلا هو انا مش من الاوائل، انا يمكن من الاخر اخر رعيل لحق الجو مثل ما بيقولوا المرحله الذهبيه بتلفزيون لبنان، يعني بمنتصف الثمانينيات فتكت بعدني تلميذه مدرسه، يعني لحقت كم سنه من عز تلفزيون لبنان. بغص بتأسف أنه طبعاً مؤسسة وبيت أنا ترعرعت فيه، مؤسسة إعلامية عريقة خرجت أسماء كبيرة وأسماء لامعة، بتمنى أنه يرجع تلفزيون لبنان، علماً أنه الواقع الإعلامي اليوم اختلف وصار في عنا فضاءات كبيرة من العطاء الإعلامي، من التنوع الإعلامي، من المدارس الإعلامية إذا بدك. بس أنه بتمنى أنه كمان يكون تيلي ليبا موجود، هذا البيت اللي أنا ترعرعت فيه، لو أنا طلعت وحلقت وانتشرت عربيا وبالاغتراب عالميا، يعني صار عندي اسم برا، بس أنه هالبيت اللي طلعت منه بتمنى له أنه الصحة والعافية. ما شاء الله عليك ريما نجم. عم نحكي أنه حلقة الجاي منكون الحلقة 100. ريما نجم، يعني برنامج واحد كان عندك أكثر من 500 حلقة، يلي كان برنامج باب الحظ على الفضائية أبو ظبي. خبرينا، وقت إعلامي بيكون هالقد مشهور بيكون عنده هالقد نسبة مشاهدة كتير كبيرة، يعني أكثر من 500 حلقة بتضاين مع الإعلامي، الفضل بيكون للبرنامج ولا بيكون لشخصه كإعلامي؟ يعني الباكج كله على بعضه بيكون البروغرام. بس مين بيكون مترأس هالباكج؟ طبعا الأنكر اللي عم بيدير البرنامج. زينة شمون رح بلش معي. من إعلامية لشخص بحب الأدب لشاعرة. نعم. كيف انتقلت يعني هالمرحلة من الإعلام للأدب؟ شو يعني نسع عليك مثل ما بقولوا الوحي الوحي الأدبي متنبي، لو نزل علي قتلنا. نزل علي الوحي إذا بدك، أو حالي من التنبؤ. بس أنا ضد كلمة تنبؤ، لأنه النبوءة شغلي إلى علاقة مباشرة مع الخالق. نعم. ممكن توقع إذا بدك، أو بتجيله الواحد هيك لمعة، بتجيله لمعة بباله. يهبط الأدب والشعر هبوط؟ لا، بس الملكة بتكون موجودة، بيكون واحد عنده هيدي التالنت عنده إياها، وطبعا بينميها، إذا نميها تتطور، وإذا اشتغل عليها بتصير بتنتشر وبتتوسع، وإذا أهملها تذوي وبتدوب هيك وبتتلاشى. بس ليش قررت تنميها؟ يعني ما قررت تنميها لقلك أنا كان التوجه اللي لقلي أنا وتلميذي كان ساينتيفيك، يعني كنت رايحة باتجاه ساينتيفيك، بدي أدرس يعني عم بحضر حالي من كنت بالسجون، بدي أعمل طب، بدي فوت على الأيوبي، بدي كفي لإختصاصي. يعني الصدفة أخذتني على تلفزيون، رحت دغري من الساينتيفيك الماتلام، كنت رحت على ليترير.
هون يعني صرت تنمى عندي هاي الشغلة، هلا هي موجودة بس هي من انت وصغيرة. يعني المرحوم ايه. والد من عمر 12 سنة كان يعطيك كتب أدبية يقريك ويقعد يتناقش معك بالأدب. يعني بعمر 12 سنة واحد يقعد يتناقش مع ابنه، يعني ولد يتناقش مع الوالد بالأدب بتكون صعبة كتير. هل الوالد جبريك ولا انت كان عندك شغف؟ لا ما جبرني، يمكن لمس عندي هيدا الميل لمس. ونحن ببيت يعني في فكر وفي ثقافة وفي مرح وفي فرح وفي كل شيء، بس انه عندنا قيمه للكتاب. الوالد عنده مكتبه، كانت مكتبه كتير كتير كبيره ما زالت موجوده، وطبعا سحبت قسم منها لعندي، صارت اشياء يعني موجوده عندي بمكتبتي. نحاول ينمي فيي هيدي الروح. يمكن اختبر ولقى انه عندي شيء اعطاني، وكان اول كتاب قدم لي هو كتاب أدولف هتلر ماين كامف كفاحي. اشتقت إلى الشاشة؟ ليكي لما أخذني الأدب على عالمه الأنيق، الكلاس، الشيك. هالقد بتحبي الأدب؟ لكن عم تحكي بس عم تحكي عن الأدب كانوا عم توصف حدا. إيه حدا كتير جميل. الأدب قيمة رفيعة جدا، يعني لا مجد فوق مجد الكلمة ولا قيمة فوق قيمة الكلمة. وفي البدء كان الكلمة مزبوط. وفي البدء كان الكلمة. أنت شغلة، أنت رحت على الأدب لأنه بالأدب في إذا بدك العالم، الكلاس، الشيك، العالم الأوسع، العالم الأعمق، مش موجود بالتيفي هالشي؟ مش موجود بالتيفي؟ لا كيف توصف عالم التيفي؟ قلة أدب أنا بقول. لا كيف توصى عالم التيفي؟ يعني عالم التيفي لك عالم اليوم. أنا بحسه عالم بيشبه العالم الإلكتروني اللي هو العالم الافتراضي. يعني اليوم أنت على تلفزيون أو أنت أو أي حدا على تلفزيون، بكرة ممكن أنت تلاقي طريقك بمطرح تاني بتكفي بدومين تاني، بتصفي هذه مرحلة بحياتك عبرت محطة. بينما الإنسان لما بيصير involved مثلا بالصحافة، يكون صحافي عريق متمرس أو بالأدب أو بالفكر أو بالشعر، خلص بيصير هذا طابع استمرارية. هيدي فيها استمرارية طبعا، لأنك أنت بتكوني أخدي على عاتقك خلص lifestyles، بيصير عندك ممارساتك بتختلف. ريما في جملة بتحبيها كتير قالها جبران خليل جبران بكتابه النبي، بتقول نعم. المحبة هي الحرية الوحيدة في العالم. نعم. هلا بما أن الست فيروز غنت المحبة، هالمحبة فيك أنت تسمعينا مقطع صغير بصوتك؟ هلا بدنا بس خلينا نناقش ليش المحبة هي الحرية الوحيدة في العالم. خلينا نسمعه من صوتك. سريع سريع. المحبة لا تعطي إلا ذاتها، المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها، لا تعطي إلا ذاتها، لا تأخذ إلا من ذاتها، لا تملك المحبة شيئاً ولا تري أن أحد يملكها، لأن المحبة مكتفية بالمحبة بالمحبة. ما شاء الله عليك ريما. نجم من آخر إصداراتك كتاب لجبران، كتاب جبران خليل جبران، أجراس الثورة وأعراس الحرية. معنا الكتاب هون، بطلب من رافع إذا بس فيك الجملة الكتاب تنشوفهم سوا. قديش اليوم ريما أجراس الثورة دقت بالسنوات الأخيرة، بس عرس الحرية بلش شي بالوطن العربي؟ مفهوم الحرية اختلف، علما أنه هو قيمة ثابتة راسخة، بس صارت خاضعة لأمزجة وخاض على مذاهب ولمدارس ولمعسكرات. مع صار واحد اللي... حر مع الحرية. إيه يعني في الحرية العباسية، وفي عندك الحرية المنظمة. إذا بدنا نرجع إلى أم الثورات، الثورة الفرنسية، استغرقت 100 سنة حتى تحققت الثورة الفرنسية على يد كبار الفلاسفة
والعباقرة والمفكرين، يعني مرقت على أول فترة كانت دموية بودلير سوبر دموية روبسبيير طبعا، بس ما في ما بيمنع طبعا في كانت قام أتمان على الحريات أتمان بدأ تندفع، بس لما بتكون ممنهجة ومدروسة ومشغولة على أسس صحيحة. أم الثورات الثورة الفرنسية وهي انطلقت منها، عم تنطلق منها الثورات بس عم ترجع تشرد عن مساراتها. جبران تعمق جدا بالثورة الفرنسية وكان ثائر على طريقة السيد المسيح، تماهى مع المسيح. المسيح هو عليه السلام هو الثائر الأول المتمرد الذي ثار على الباطل، على الجهل، على النمطية، ثار على البغض، ثار على الحقد، ثار على الظلم، على العبودية. انطلق من هون جبران، كان متماهي وكان يشتهي أنه يتألم وأن يصلب مع السيد المسيح. ومن هون انطلق الكتاب. الكتاب مش ديني، ينطلق من الحس السياسي، المفهوم السياسي، المفهوم الاجتماعي، المفهوم الوطني، والمفهوم الديني بالتسلسل في كتاب جبران خليل جبران أجراس الثورة وأعراس الحرية. وهذا كتاب فيروز وعلى أرض السلام كمان تقل بعضهم يعني تقريبا والمحتوى كمان بتقل بعضهم طبعا. ايه المحتوى كتير مدروس متقن مشغول مشوق، بس فعلا الكتابين مش لانهم من كتبي بياخد وقتي بالكتاب، بس كل مره بيشكل الكتاب حدث مختلف عن كل ما كتب وما سبق، لانه مئات الكتب كتبت عن جبران خليل جبران، صح، وعن فيروز. جبران عالمي، مزمون. جبران عالمي انترناشنال، يعني الوحيد جبران اللي عنده تمثيل بأمريكا وفيروز والرحابني طبعا وكل من عمل في مسرحيه. ترجمتيهم شي للفرنساوي انجليزي؟ هلا جبران قيد الترجمه، جبران خليل جبران قيد الترجمه للانجليزي وللسبانيش ولاحقا الى اللغه الفرنسيه. نعم. من الاخر اللي سرامي مسيرة بتعقد، مش ناطرتيني لقلك thumbs up، بس ما شاء الله عليك personally كمان بتجنني personally. ما أول ما فتت كنا بحث أريما نجار من الأخير. أكيد حبيتك أكتر بعد ما تعرفت عليك، وبنبسط للإنعكاس الإيجابي اللي بتعطيه للمرأة بالدول الشرقية، وكتابة وصوت وجمال أكيد لايك. مرسي. أنا عن جد كنت impressed بالطريقة اللفظ طبعيك، لأنه بتطلع كتير كيف قاعد بالفوز، وجيتي لنا من باب الحظ مزبوط على الحلقة. زين أسمعك. ريما أنا بحب جملة كتير لإلك بتقولي أنا متواضعة بس سقفي عالي، بحق لك كتير تكون سقفك عالي، لأنه فريما أنت حدا تقيل هيك مثقف، عندك يعني عندك وزنك، عندك تقلك بقى، بحق لك تمشي وراسك هيك مرفوع بالعالي. الحمد لله أكتر من سقفي عالي. أنا حدا بحترم حالي وبحترم الآخر، بحترم الآخر وبحترم حالي. الياس واحد تقيل بس لا حرام. زوج حد من الآخر باختصار ومن الآخر دبل تامز اب على هضامتك، جمالك، سيرتك، ثقافتك، انونيتها. الكتب لحق تشوفهم كتير حلوين، مشغولين كتير، يعني شو ما قلت رح ضل عم عبر أقل من ما لازم، بقى رح اختصر بهيك. وارو لك عادي. أول تامز اب لأنه أنت قدوة للنساء اللبنانيات وللعربيات، هيدا أول شيء. وتاني شيء أنك كتير حلوة، وأنا بتمنى أرجع أشوفك على الشاشة، على شاشة التلفزيون. خلي لي إياك نهار الأربعاء من الآخر. ريما نجم، حضرتك من أشهر الإعلاميات بالعصر الذهبي لتلفزيون لبنان، اشتهرت بالجمال والثقافة واللفظ الصحيح، اليوم بلكي بنفتقده على الشاشة، على أمل نرجع نشوفك على شاشة لبنانية، لأنه عربية عم نقدر نشوفك على كل الشاشات العربية. نعم. كمان إن ما كان برنامج كان حفلات خاصة بتقدميها، بس على أمل نرجع نشوفك ببرنامج لبناني، لأن بتخيل المشاهد اللبناني اشتاق لطلتك واشتاق للمساء الخير تبعك لصباح النور تبعك. كمان إذا بدك تنهي الحوار على طريقتك ريما نجم، كيف تنهي؟ بدي أشكركم
ومش رح طول عليكم كتير. رح قلكم كمان كتير حبيت قعدتكم. البرنامج أوريجينال لذيذ فريش سريع up to date. حسيت حالي رجعت عمري 16. مبسوطة كتير فرحانة. عمرك 18 بلغم برنامج. أنا انبسطت كتير تعرفت عليك شخصيا. أنا كمان thank you. وشكرا كتير لوجودك معنا الليلة. ميرسي بكم. ميرسي كتير. بريك أول بحلقتنا دوائس بريك. ما تروحوا لمحل. فقرات عديدة وضيوف كتار رح يلاقونا بالحلقة بريك ومنرجع. ميرسي بكم. بفرنسا بيروحوا على مطعم لانه هيدا الشيف بالمطعم يعني بغض النظر مين هو صاحب المطعم يعني ما بياكلوا على المطعم بيروحوا عند الشيف العكس من لبنان كومبلي جلال انا بعتبرها مش بس رجعتي هي شيء جديد لساره كساره يعني بس تقول جلال بتقول ساره مين ساره ساره تابعين من الاخر لليله وهلا سكسس ستوري الضيف اللي رح ينضم لنا هلا سافر بال 87 لافريقيا وتحديدا لتوغو للعمل كمدير لشركه سيارات رونو بعد دخل عن طريق الصدفه كشريك باحدى المطاعم وهون كانت بدايه طريق النجاح رجع للوطن وقرر يفتح اول باب ريستورنت له تحت اسم اليكوز مع شريكه اليكو حبيب وبعدها مع شركائه فتحوا لومونو تشاو شاه وديو وعبد الوهاب يلي أخذ ضجة كبيرة وافتتحوا بأكثر من دولة عربية بنذكر منها الرياض أبو ظبي دبي بحرين القاهرة وقريبا بإربيل مجددا افتتح أهواك ومشاريع كثيرة وعديدة بلبنان وبالوطن العربي خلينا نتعرف ونستقبل السكسس ستوري اللبناني جان كلود غصن I'm glad you came. I'm glad you came. بصوار بتعرفوا للشباب والصبايا اكيد ايه نديو بتعرفوا ولا من الاليكوز من ايام الاليكوز مين كان يولع اكثر بالاليكوز داك ومين كان يصرف اكثر ما عندي ما لو كان بعد في حبيب كان قال لك كمان حبيب ما كمان حبيب ربي تحت حبيب ايه ربي تحت بس انه كمان مش بس تحت مبروك مبروك جان كلود غصن بالصدفة فتت ودخلت عالم المطاعم كيف بالصدفة وليش تقدرت لفتت بهيدا الدومين ومش دومين تاني مظبوط لأنه بالتوغو كنت عم بشتغل مثل ما قدمت حضرتك بشركة عربيات رونو كنت أدمينستراتور ديليجي يعني مستلم الشركة وكان عندنا كنا كذا لبنانيين منصب منيح يعني حتى واحد يترك هيدا المنصب ويجي مظبوط بأفريقيا بس إنه كانت ظروف شوي ورائد بلبنان قبل ما تروق يعني فتحنا فت شريك مع شخص لبناني كتير هربان من لبنان كان وقت الحوادث وعايز يكبر ساعدته وحبيت هالمصلحة بقى جيت على بيروت بالصدفة كمان تقيت كان بعدها خلص الحرب السنتين ببيروت وصار عندي هالأوبورتونيتي أخذنا كان صاحب الإكزاندو بالسامرلاند تقيت فيه كنا نايم هوني كان بعدها مسكر الطرقة وقال لي بدو يأجروا قمت استأجرت المحل وفتحني أنا وأليكو والحمد لله بلشت المسيرة فتحت الأليكوز فتحني ريستوران بيانو بار يعني أكثر بالأشرفية وقتك من وقتها ولا الفرع الثاني الفرع الثاني بالأشرفية مش أيامنا هول أنا على الفرع الثاني ما تكبرنا كثير ومن بعدها اسم الله عليك كانت المسبحة بعدة مطاعم اليوم وقت بدك تفتح كونسيبت لأن بعرف كثير كونسيبت بفتحهم في البعض منهم ما بينجح البعض منهم بينجح وبيضل عنده الاستمرارية بعد هالخبرة الكبيرة اللي صار عندك إياها يعني أكثر من 20 سنة بهذا المجال اليوم أي كونسبت أكثر شيء بيمشي بلبنان وبرات لبنان
الأسهل بلبنان أسهل شيء ينعمل شيء لبناني يعني مطعم لبنان مش أسهل شيء أصعب شيء هو بس إنه العالم بتحب أكتر شيء المزيج اللبناني الأكل بيجي وراء الطلياني أكيد وبعدين كل البقية بس إنه سلعب موجود سوشي كتير السوشي كمان الياباني بدي زيد شيء على سؤال بيير شو الفرق بين هلا والتسعينات؟ بالتسعينات كنت يعني بمعنى كيف واحد بيعرف اي محل رح يمشي او لا؟ بالتسعينات وحتى لاوائل 2000 كنتوا شو ما عم تفتح مزبوط طما احكي بالجامع كانوا عم يمشوا قليل اللي ما زبط هلا صار واحد بده يفكر كثير ويتعذب كثير ونصهم ما عم يمشي بقى مثل قبل، شو السر شو اللي فرق؟ من بال 92 لل 2000 لحتى 2004 إذا بدك كان البلد عم بينمى يعني كان بعده ظاهر من حرب من حروب كبيرة كان الأوفر منا قوية كتير والديماند قوية سو ما كان في مطاعم كفاية بالبلد كان فيك تفتح شيء إذا فتحته ديسنتلي يعني مرتب دارس عامل بزنس بلان صغير كان فيك تنجح فيه للمشروع من بعد 2005 مع الأسف اللي صار بلبنان من بعدنا استشهد الرئيس الحريري وصارت المصبحة تكر بلبنان كتير تعذبنا بالسنين اللي اجوا من بعدها يعني هون الاستمرارية هون المشكلة وهون بلشوا اذا بديك الصعوبة تبين بالمحلة صار اللي من هون الاستمرارية اللي يلحق مصلحته مظبوط اللي اشتغلها من اصوله مش انه بس فتح مطعم وراح عايش غير محل اللي شغلته واللي بيقدر يديرها مزبوط اكزاكتلي يلي تعب عليها وقدر بعدين استمراريه النجاح تبعك هيدا هلا هون النجاح بده يكون واحد جروب بالنهايه ما حدا شخص بيعمل نجاحه اليوم حتى مش بس شريك معه يعني انا اليوم معي شريك على طول معي بالمانجمنت بس هي الاكيب الاساس يعني بده يكون عندك اكيب كبيره تتكلي عليها تكون مثل اخواتك انت بيهم بالشغل بعدين يحببوا العالم بالمحل ويحببوا العالم فيهم لانه اجمالا محلاتكم على فوق كانت اكثر من 3 ارباع الخبريه هي العالم اللي بيشتغلوا هنيك وانتم يعني كان فيها العلاقه مع الويتريه ومع المتريه وهيك والا يعني ما كانوا حد حتى لليوم يعني بتنزل على عبد الوهاب اذا انت بتحب تاكل تبوله هيك بيعملوا لك اياها هيك اللي حد بيحب ياكل يعني بتحس هيك كل العالم غير اميل بيعرف اميل بيعرف كل واحد شو بحب مثلا بقول كل واحد شو بحب وهيك يعني هيدي بنوجه له تحيه اميل بنحبه تحيه لكل الاكيب بس بدك تشغله هيدا الشيف هيدا شريك ستيف يلي هو بعده هلا عم نحكي عنه هيدا الشيف المطعم عبد الوهاب يلي اساسا فتحنا معه بال 99 واو بقى يعني انا بلاقي انه بلبنان ماكول حقهم الشيفية صراحه ليه؟ يعني ماكول حقهم مش عم بحكي عم بتقارن بفرنسا مثلا عم بحكي عم بقارن بفرنسا قيمة الشيف قيمة الشخص قيمة الشيف كقيمة يعني يعني بفرنسا بيروحوا على مطعم لأنه هيدا الشيف بالمطعم يعني بغض النظر مين هو صاحب المطعم يعني ما بيعرفوا المطعم بيروحوا عند الشيف العكس من لبنان كومبليت بينبنى المطعم بس لأنه فيها الشيف الفلاني أو بينبنى المطعم بفرنسا أو بأوروبا على الشيف على عدد الإتوال تبعه وعدد الإتوال حتى لو ما عنده إتوال كمان الشيف عنده حصة بالمطعم مينيموم بيكون عنده نص المحل او حصه صغيره بالمحل بلبنان حرق يعني الشيف مع انه انا بلاقي الفضل الاساسي له صحيح يعني بالنهايه هو طب شو قلت لي ما اشتغلت انت على هذا الموضوع يعني ليه ما عملت ماركتينج بالمحل على اسم الشيف على صوره الشيف حتى الناس يقولوا عفوا شو اسم الشيف لانه عم نحكي كمان ليس اندراوس ليس اندراوس ليه ما بنقول انه نازلين ناكل عند ليس اندراوس او نازلين ناكل عند عبد الوهاب صراحه حب جربت كذا مره بس هو كثير متواضع ما بحب ما بحب يطلع حتى بين العالم تغير له اسمه لعبد الوهاب بتزبط معك عبد الوهاب باي باي ليس اندراوس باي ليس اندراوس طب جوردون سؤال هون في كتار من اللبنانية راحوا افتتحوا مطاعم أو فرانشايز لمطاعم لبنانية برات لبنان بدبي بالمملكة العربية السعودية بالكويت بالبحرين بعدة بلدين وانت كمان راح افتتحت هونيك قديش صعبة لبناني يفتح كونسبت برا قديش كانت صعبة بالزمانات قديش أهين اليوم وشو اللي بينجح يعني أي كونسبت لبناني بدنا نفتحه برا بالبلاد العربية بيمشي بده يكون لبناني 100% يعني أهين اليوم لك رح هون لك السؤال وقول لك يا من الآخر أهين تفتح فرانشيز لديو بالمملكة العربية السعودية أو تفتح فرانشيز لعبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية صراحة اثنين صعبين يعني إذا بدك برأيي بس أكيد العربي لأنه الجام أوسع بكتير بتكون من الأجنبي أصعب
وخاصة الكونسيستنسي ليضل المطعم ماشي مثل ما هو. يعني صعبة ضلك تاكل زيت اللقمة دائما, زيت اللقمة على طول, يلي يعني هي أنا برأيي هي أصعب شيء بهالمصلحة. يعني في يكون مش طيب المطعم بس على طول يكون مش طيب, أو يكون طيب ويكون على طول طيب مش أب خاصة غلطة واحدة بيتعودوا العالم على نفس معين وبيمشي غلطة واحدة بيقضوا على المحل. هني ما بيعرفوا العالم أنه وقت واحد بيغلط الشيف أو شيء يعني دغري بيقضوا على المحل أنه مش طيب. بس أنا بدي أرجع شوي لبيير, قالوا هلأ الترند بلبنان تغيرت بركة عيمات الياس وجورج وقتها كان في هالكم محل كتير عم عادي لي عم الياس عم الياس عم جورج لا, لا بركة كان هالزيت العالم عم تصهر بنفس المحلات عم تتنقل بتشوف زيت الجروب عم بيروح على المحلات ما هيك. هلا صار في كذا جنراسيون يعني بتشوف هلا ال 18 سنه هن اللي مولعين السهرات لدرجه هلا صرت انا بروح على محل ما بعرف حدا كرمال شيء ما بقى عم نحب كثير نكون نحس حالنا كثير كبار. هلا شو الترند؟ الترند هو السريع يلي الدي جيز مثل الاليكوز يعني الوان مان شو ما بقى عم تشوف كتير ما بقى ترند هون. صراحة خايفي مزبوط معك حق خايفي هذا بس بضل في مين التارجت تبعكم انتو هلا اذا يعني بده يلعب نحكي على هاربر المطاعم هو لا صح بهاربر غير شيء عندنا بين ال 30 وال 50 لسه او 55 حتى وفي عزابه منهم في عزابه يلا في عزابه بدك ننزل بكره في عزابه ما بنزل معهم انا ليس الرامي أنا بدي أسألك من الكزنادو لتاريخ اليوم أي محل بتحسه البيبي تبعك يعني أي محل عبد الوهاب وبيلحقوا الديو أكيد يعني أكتر شيء لأنه بزيت تقريبا عبد الوهاب أكتر لأنه عشته أكتر وبعيشه برا عم ضل سافر يعني أكتر شيء عندنا عبد الوهاب سكسس ستوري بكل معنى الكلمة. كم فرانشيز ولا أنتم بتملكوا المحلات؟ في منهم نحن شراكة في منهم بس بكم دولة نحن عندنا دبي أبو ظبي ثلاثة صاروا بدبي اثنين ب أبو ظبي عنا مصر اثنين عنا بحرين اثنين بليبيا عنا سعودية بالرياض بليبيا سكرنا اسمها لفوق العشرة يعني عشرة صاروا صاروا يعني اعتبر على الواحد تربح دولار بالنهار بدي صحح لك هون سكسس ستوري يمكن بشغلي بس مش بالفاينانشال بارت لانه ما بلبنان ما بيكون ما في تعمل هذا زوجتك سكسس ستوري بالفاينانشال بارت من الاخر انا وعيت من اول ما وعيت على الدنيا وماشي معهم من ليل لنهار انت وعيت ورجعت خلص لا مش هيك انت غلطت وعيت ان شاء الله عملك هيك دخايل عندك شتي مجروحه فيهم يعني تو ثامز اب مش ريما من الاخر انا كثير بحب مطعم الجيو وان اوف ماي فيفرت ديشز هو الاونيون سوب يلي لا يعد عليه ما هنعزمك على الجيو بقى اكيد لايك جاش حرب تمز اب اذا بدي اعملهم لجان كلود رح شيل المعزه والصداع على جنب رح يكونوا على شجاعته لانه من النوع الناس اللي كب مصاري بلبنان وقت كان مش معروف وين رح يروح البلد كان دائما موجود ما خاف سمع. ولا هرب ولا فلب ولا وقت ووظف ناس هول بيستاهلوا التمز اب مظبوط ولك كان حاسب على الليره قد ايه صار في الاليكو جورج هيدي بس اقول لك يعني كان يولع اكيد ثامز اب وان شاء الله بنشوفكم باكثر كونسبت اكثر تفتحوها وتنتشروا اكثر اذا مش بالدول العربيه مثل ما قال بيير بيوروب ان شاء الله ثانك يو وانا بدي اقول لكم على البروجرام وبحب اعزمكم وين بتريدوا اهلا وسهلا فيكم محلاتكم ثانك يو شكرك كثير بدي اقول لك برافو كثير وبدي اقول لك شكرا كثير لكل الاشخاص اللي عم تقدر توظفهم وتامن لهم فرص العمل ان كان محليا او ان كان بالبلدان وانا بشكرهم كلهم لكل التيم تبعنا كمان عبر البروجرام تبعكم وبقول لهم ثانك يو كمان على كل شيء وتحيه كثير كبيره لهم جان كلود غصن شكرا كثير لنجاحنا لنا من الاخر وهلا عايشين على كيفكم
بعمر صغير وبفضل صوتها المميز حصلت على منحة من الأستاذ وليد غلمية وتخرجت بعمر 16 سنة من المعهد الوطني العالي للموسيقى. بعمر 14 سنة شاركت باستوديو الفن وفازت بالمرتبة الأولى بفئة الأغنية الشرقية. سنة 2007 أصدرت أول ألبوم لها تحت عنوان آخر قرار يلي أخذ ضجة كبيرة وعطاها شهرة واسعة. بال 2009 تاني ألبوم هيك بتعمل ومؤخرا أصدرت أغنيتها من إنتاج الـ MTV هالأغنية الطربية بعنوان يا ليل. خلينا نسمع ونستقبل سوا سارة الهاني. سهلا فيك سارة بوشوار مش حال تفضلي هاي اول مره بتعلي خمس بوسات خمسه لقطت اثنين من هول العيون الحسد هيدي سارة الهاني بونسوار بيير اول شيء اهلا وسهلا فيك بونسوار لكم جميعا بونسوار لكل الموجودين والجمهور على فكره انا كثير بتابعكم دائما ايها احلى حلقه 99 في حلقه اللي كان فيها راغب كثير حلوه اكيد حسيتها ديفرنت اكيد تحيه لسوبر ستار لسوبر ستار راغب علينا كثير انتم كنتوا هيك كيف الجوده سارة هاني انت محليه السهره محليه الحلقه الليله بعمر كثير صغير عشت بالكويت وربيت بالكويت قبل ما تجي على بيروت بس كنت تحب الاغنيات الطربيه يعني كنت تسمعي للراحله ام كلثوم واسمهان بالوقت اللي الصبايا والشباب بعمرك يعني بعمر 12 سنه ما بيسمعوا هالنوع من الاغاني شو كان اللي يجذبك اكثر كان جو البيت هيك ولا انت كنت تحبي جو البيت بيير كان حسب يعني الولد بحس انا مثل كيف بيطلع بيحكي عربي مثل ما بيسمع بيحكي انجلش مثل ما بيسمع زيت الشيء بالميوزك يعني مثل ما حد ما بيسمع بالبيت بيطلع بحب الموسيقى اللي بيتربى عليها وانا ربيت على هيدا النوع من الاغاني يعني ماما صوتها حلو كان طلع عم تغني هدول الاغاني هون باي عمر كنت 12 هون كانت شي 8 او 7 كنت تطلع على المسرح بعمر ايه يعني 7 سنين 8 سنين
ايه وما قبل بدي غني لأم كلثوم. واو. ايه بدي. يعني ما كنت تنزلي من مصر قديك كنت تاخذ معك الغنية. صدقني يعني انا مرات بشوف حالي هيك بقول انه ما بعرف شو كنت فكر او شو كنت حس او حتى كيف بعيد. كنت احفظ الاغاني الصعبه الطويله نعم. بس بقول لك شيء ما كنت افهم شيء يعني من اللي كنت غنيه بس كنت يعني بالفتره كان احساسي موجود. الصوت الطربي انا بعرف يلي عنده خامه صوتيه حلوه كثير ومميزه مثل حضرتك ساره بيقدر يغني الاغنيات الطربيه بس بيقدر يغني غير اغنيات طربيه. نعم. انت ليه رحت على هيدا الاتجاه وهل رسمت لحالك هويه فنيه وموسيقيه؟ انا هيدا اللي كنت عم بطمح له دائما. هلا في مشكله اللي بغني دائما طرب بغني للعمالقه يعني بيكع انه يلاقي بصمه له لانه هيدول اغاني يعني قد ما تعملوا قد ما يعمل الفنان وقد ما يساوي اغاني بتضل الشخص يحب الاغاني القديمه لانه بتعتبر اغاني خالده. بس انه هيدا العصر اللي نحن عايشينه شوي اختلفت الامور منشان هيك بصير واحد عنده صعوبه انه بعد ما يغني هدول الاغاني الطربيه العظيمه اللي لها فتره طويله عايشه صعبه انه واحد يلاقي مثل تراك يمشي عليها او طريق او سكه. لقيتي ساره التراك؟ ايه فاينلي. اليوم شو الاهم الصوت الجميل ولا الهويه الفنيه؟ اكيد لا اكيد يعني لانه في كثير اصوات في كثير اصوات قطعت بالعالم العربي كله جميله جدا صح. بس ما انا الجميل 100% صح. هي هيدا السر انه واحد يلاقي هويه وانا منشان هيك يعني يعني فضلت اكثر ابتعد شوي عن الاغاني اللي انا كنت دائما غنيها بفتره اللي كنت فيها هاويه ما كان عندي ايدنتيتي ما كان عندي اغاني خاصه او ماضي كونترا كانت او شيء. فلما مضيت كونترا وبلشت احتراف فضلت انه قد ما في اثبت انه انا بدي اعمل اغاني جديد بدي اعمل ساره الهاني انا هلا انت بعد هيدي هيدي المرحله اللي قطعت فيها علمتني وصرت اقدر اكثر حتى موهبتي وفني يعني قبل ما كنت اعتى الهم مثلا بدي اطلع غني يلا اطلع بغني وخلص سبحان الله الموهبه موجوده بس هلا لا صار يمكن عندي نضوج اكثر بفكري كيف بدي اطلع ما بدي غلط بفكر بكذا بده يفكر هيك بفكر عندك مسؤوليه كمان ايه طبعا هلا يعني بحس اكثر هلا صرت واعيه بس عم تلحق الترند الماشي بلبنان هلا الغنيه ترندي مش طرب ترندي فيها ايه بس رقص كمان بس ما انها سهله بس ترندي ايه مش طرب ايه انا بعد جلال يعني. ايه بعد جلال هي جلال انا بعتبرها مش بس رجعتي هي شيء جديد لساره كسارة يعني بس تقول يا ليل بتقول سارة مين سارة؟ سارة الهاني سارة الهاني في إجماع كتير كبير من كل الصحفيين والإعلاميين والنقاد كمان أنه من أجمل إذا مش أجمل صوت موجود اليوم على الساحة هو صوت سارة الهاني بس بنفس الوقت هي من أكثر الفنانات المقلة بالحفلات ليش هالشيء؟ هل اليوم الحفلات منا للأصوات الحلوة؟ مش مقلة أنا بختار أنا يعني عندي مشكلة إنه الناس بتفهمني غلط مرات بس أنا بختار المحلات اللي بدي غني فيها يعني بحب كتير المطرح اللي بدي غني يعني أنا قعدت كل هيدي الفترة الطويلة ما استهلكت اسمي كيف ما كان مزبوط. يعني ما بتشوف أنت مثلا سارة غنت هون سارة غنت هون وهون 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 لأنه اشتغلت أنا على الإمج تبعولي إنه أنا بحب يمكن شوي من هون وشوي من هون يعني ماني كتير مختفية وبس ماني كتير وين ما كان يعني بتفتح مثلا كل سبت سارة بتغني هون وكل أحد سارة شو هي شروطك أساسية إنه تتغني لا يعني أنا مثل أي فنان مثل أي مطرب بحب إنه يطلع على المسرح يكون في جمهور عم يسمعه جمهور يعني هيدا اللي بدي أسألك مين جمهورك يعني إيه محترم مين جمهورك مين جمهورك كل شخص بحب الفن المزبوط وأي عمر الفن مش ضروري ما في لانه الترند اللي غنيتيه هيدا شوي بيسمعوه الجن اكثر انا ليك انا يمكن جربت بصت هيدا الموسيقى يمكن اكثر الشباب يمكن شوي بيبتعدوا عن الالوان هيدي الطربيه وبحبوا الاشياء الراقصه انا يعني عملت مثل التريك اذا بدك حبيت انه وخاصه هادي شراره انه اكيد انه عمل مثل مش حيله ما بدي اقول انه عم بحتال عليهم بس انه دمجتي مثل مثلا في كثير نجوم كبار بتشوفي شباب صغار بغنوا لهم وهن اصواتهم من اجمل الاصوات نجوم كبار بالوطن العربي
تحية كثير كبيرة اصلا لهذه شرارة. يعني بلا ما تقول هذه شرارة عنده سيناتور، يعني وقت نسمع التوزيع دغري بنعرف انه هيدا السيجنتشر تبع هذه شرارة اللي عم بيجرب يعمل هيدا الشيء بالنهاية. يعني بلكي التقيتوا اثنيناتكم بذات الفكرة، هو انه تعطوا دائما قيمة ان كان للشعر ان كان للصوت ان كان للحن، بس كمان تجربوا تعملوه بطريقة شوية عصرية حتى الجيل الجديد يتقبله بطريقة صح اسرع. مزبوط. انا لما جيت سمعت الغنية أكيد بوجه تحية للدكتور ميشيل جحا شاعر الأغنية وجوزيف جحا ملحن الأغنية. أنا كنت إنه متخيلتا بشي عطيته، عملنا ديمو أنا وهادي، وقال لي ليكي إذا جنيت ما يعني استوعبي، حاولي كيف بدك تستوعبي تاخدي الباب اللي أنا بدي فوتك منه. قلت له تشوف، بس ما تخيلت لهالدرجه انه اذا ما جان هذه فيه شيء غلط. يعني حتى بستيل الار ام بي وستيل الراب الاغنيه فكان جنون. يعني ريما نجار كثير بنبسط نسمع هيك صوت حلو، يعني هلا ليتلي ما عم نسمع اصوات حلوه عم يركزوا بس على الشكل، وانت دامجه اثنين. ميرسي so like. كثير قوية هاللايك. أنا بتعملي ساين إن قبل كل حلقة؟ قبل ما نبلش بعمل ساين إن وبتوزع لايكات. شو الشيء شو الباسورد تبعك؟ ما في خبرة. تينو كرم، أنا بدي أقول لسارة إذا بتشوفيها إنه صوتها كثير حلو. لا عن جد بحب لما تحكي عن ثالث شخص بشخصيتك، ببين بعد شخص أكبر من ما هو. بس ناطرين تنشوف لوين عملك رح يروح بعد، لانه مبين باول الطريق من هلا، خاصه مع الام تي في بفتكر رح يفتحوا لك مجالات كثير. هيك زينه انت سارة، انت صوت مثل البلور وصيت فني مثل البلور. حياتي سكر البلور انا بتضلي على صوت رائع عن جد. منفتقر هالايام نسمع هيك اصوات، وخاصه بس يكون حدا بعمرك. يعني بقى اكيد فش خلقك وعملي الاغاني اللي بتحبيهم واللي كنت كابتي حالك تتعمليهم، بس ما بتمنى لك الا تعبي هالخانه الناقصه اللي هي الصوت الحلو والطرب اللي معنا اياها هلا. جود لك ان شاء الله يا رب. قولي لك هادي، وانا اكيد بدي ضم صوتي لصوت جورج. اعشقناكي بالطرب حياتي اكيد ان شاء الله. يا رولا جورج دي صار بنتشكرك كثير لوجودك معنا، لانه فعلا صوت رائع، خامه صوتيه رائعه. بنشتاق لهالنوع من الاغاني، بنشتاق للصوت الطربي. بعرف غيرت كثير ورحت كثير وعملت عده ستايلز بالاغاني، بس اليوم كل ما ترجع تغني اغنيه او تأدي اغنيه طربيه، لو ما بنحب الطرب بنعشق الصوت وبنصير كمان ننجذب اكثر لهالصوت الرائع، لانه قليل كثير الاشخاص اللي بيتميزوا بهيك صوت بالوطن العربي. مشان هيك ساره بدي اقول لك برافو، وان شاء الله دائما بالنجاح. بدي اقول انا شغله عن جد من قلبي بدي احكيها، دائما بنبسط لما بشوف ناس من لبنان هيك عن جد بتقدر الموهبه المضبوطه، لانه يمكن بسافر وبروح وبجي وبعرف قد ايه يمكن بتكرم برا وقد ايه يمكن بيعطوني اهتمام، فلما بتكون الاهتمام من قلب بلدي لبنان هيدا بيكون مش دبل، بيكون 100 مره زياده، وانا بتمنى دائما الاقي التشجيع من بلدي لبنان. ان شاء الله دائما التشجيع يكون مواكبك سارة الهاني. أنا بدي أتشكرك كثير وبدي أقول لك كل لك لكل مسيرتك. شكرا كثير سارة لوجودك معنا. بريك ثاني بحلقتنا بوقت البريك، ما تروح على محل، خليكم عم تتواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر. فينا ننهي البريك على أغنية يا ليل؟ إيه أكيد. يلا تفضلي. مين اللي قال مين سافر الحلم سنين وبعيد وداني قلبي، أنا اللي اختار يمشي عدرب النار يعشق قمر تاني، ويا الليل أنا بحبك دربي على دربك كيف طوعك قلبك. الفكره هي انه كثير هينه، مين ما كان منا عنده حدا برا برات لبنان. كم كود عايز تقدر تجيبه لبيير؟ توب 10 كل جمعه في توب 10، يعني اللي بيجيبوا اعلى 10 سكورات بيربحوا تيكتس. بتعرف شو اسعد؟ يا ريت مقابل كل لبناني بتردوه بتاخذوا سياسه بداله بتفلوا. الياس بدك تساعدني تستعمل البوتنشل اللي عندك اياه بالمائن،
مشان تحصل على أنستازية بإيدك. عم تحس بشي؟ تبعد وتنساني. رجعنا سوا من بعد الاعلان ومتابعين حلقتنا لليله. عم بيقولوا لي هيدي الحلقه هي 98 مش الحلقه 99. انا من اول حلقه مفكرها حلقه راغب علامه كانت سبيسيال. نعم مش هيك جورج عم بيعدهم يعني الوحيد اللي انتبه على هيدا الموضوع جورج. بدنا نزقف لك زقفه كثير كبيره. بعد في لك عندنا حلقه 99 وحلقه 100. عبال 100 زلمة. من بعد الإعلان على كل من بعد الإعلان رح نتوقف لوقفة مع إعلان الأسبوع متابع سوا. افتحوا لي راجع إعلان جديد لألماسا رح يربح كل أسبوع 10 تيكتس للمغتربين اللبنانيين اللي عايشين بالخارج. كل يلي لازم تعملوه هو إنه تجمعوا أكبر عدد من الرموز الموجودة تحت سدة ألماسا ودخلوهم على صفحة المخصصة على فيسبوك. منتابع سوا هالإعلان. هاي هاي عندكم حدا برا؟ اشتقتها برات لبنان. خيي اشتقت له. شو عم بيكون تقولوا له؟ بقول لها انه مشتاق لركب الصينيه وارنبيه ولقطي. خلي يجيب لي معه اي 4 5. اكيد على بيضة نحن عم نسمر. بدي جوز بناتي بابا عنا شباب لبنان. خمس سنين لك باليابان صار عيونك هيك. صاروا كل اربع بنات على شب. كل ما تفتح ألمازا بتلاقي كود تحت السد الزرقاء. نقي شخص من فيسبوك عبالك ترجعوا على لبنان. جمع كودات انت واصحابك ودخلوهم على فيسبوك ألمازا لتربحوا واحد من 50 تيكت لبنان. تفاصيل اكثر عن هالاعلان مع اسعد دويهم. هيا اسعد اهلا وسهلا فيك. تفضل. اسعد ويه اهلا وسهلا فيك بمن الاخر. هيدي مش اول مره بتكون ضيفنا بمن الاخر اوريدي يعني مثل كومباني وقلت لنا افتحوا لي ريشه. اهلا وسهلا فيك. خبرنا شوي اكثر عن هالاعلان. هي الفكره يعني بس تقول شغله كثير مهمه انه الفكره جروب نحن بانتر ماركس اشتغلنا عليها. يعني في حدا نصيف كمان اسمه نصيف هو طالع بالفكره افتحوا لي ريشه حتى السلوغن. الفكره هي انه كثير هينه مين ما كان منا عنده حدا برا برات لبنان. لما يكون عندك حدا برا والبيره البيره ما بتشربها لحالك. مزبوط. يعني البيره يوجلي بتشربها مع اصحابك القراب عليك. اذا بتروح انت على نايت كلاب بتفتح عنين تويسكي بتفتح عنين فودكا. بس اذا قاعد مع اصحابك بتبلش بيره اصحابك المزبوطين 100%. لان البيره اتس ا ترو درينك يعني بتشربه مع اصحابك انت. سو بيسكلي بلشت الفكره انه السنه طيب اوكي حالي عاطله وكل شيء طيب ما بدنا نشرب لحالنا على طول بالبوطه بيبقى في حدا ناقص. يا عم بيشتغل بالخليج يا عم بيدرس شي محل يا هالسنه ما عبنا نشرب بلي. سو بدنا نبلش نفتح له قنينه تيرجع ونكفي ونجيبه يشرب يرجع ويزورنا بالمستشفى لانه احنا شربنا 500 سنه بالصندوق. نعلق البصر نعلق طعم بدك تسكر الطريق لان هيدا النوع من النكت بدك تشرح للعالم قديه تقريبا بيأدي انه يشربوا تيقدروا يجيبوا حدا من برا. اذا فيها مفعول رجعي لان انا عندي ادم يعني اذا هيك بجيب لي 400 500 تيكت بجيب العالم كله. ما هو الواحد مش لحاله يعني عندك اذا بتطلع على لانه عاملينها كمان ابلكيشن على الايفون يعني فيك انت اذا قاعد بباب عم تشرب بيطلع لك كود فيك تفوته دغري كمان. اوكي الفكره انه مش انت لحالك بدك تشرب لانه بير اذا بات كونفيفياليتي مثل ما قلنا بيبقوا بوطه. في ناس هلا وصلوا على الفيسبوك 100 صاحب عم بيرجعوا حدا لان بيصير ملتيبلايد الايفكت. يعني اذا انا بجمع طبقتين هول طبقتين اذا انا بجمع طبقه وبيير بجمع طبقه بنضربهم تايمز 2 لان صرنا 2 صاروا 4. اوف الكود. اوكي كم كود عايز تقدر تجيبه لبيير؟ توب 10 كل جمعه في توب 10 يعني اللي بيجيبوا اعلى 10 سكورات بيربحوا تيكتس بيرجع بسفر جمعة اللي بعدها وجمعة اللي بعدها جمعة اللي بعدها. بس اكثر واحد بيربح هو البارتندر لما بفتح عنينه وبيجي بيسلم معه. هيك زدنا عملناها ملتيبلايد باي ذا نمبر اوف فريندز لان ما في ورا بارتندر هلا باول. طب هلا لحق ورجع كيف ترجع بترجع هو روح رجع بتشرب ويسكي تو واي تيكت. وقد ايه وقت بيقعد بلبنان؟ قد ما بده. قد مجبور يشرب بيره كل الوقت هو بلبنان. لا هو حيشرب بيره هو عباله يشرب بيره. ريما نشر
I love the concept. كثير لقيتها ذكية. هيدي فيسبوك ولايك. هيدي لايك على الأقل. هيدي لايك. أكيد لايك. هيدي أكيد لايك. وحلو كثير إنه أول الصيفية وعم تحمسوا اللبنانيين يرجعوا والجامعة وكل شيء. لايك. لايك. هيدي عاملينها بس هيدي عاملينها بس على الكل. أنت يقولوا له لا صعب ورجعناك على فكرة. على فكرة شيء. أسعد هيدا نحن هيدا شوقنا من الآخر يعني شفنا كيف منتعامل مع بعضنا الحلو إنه مثل ما بيرى الماظة 100% لبنانية وما بتشبه حدا بطعمتها دعاياتها عن جد ما بتشبه حدا يعني لبنانية بيور لبنانية كتير بتشبه المجتمع ما بتتقلدوا من بتستوحوا من برا هيدا الشيء كتير بيميزكم Thank you. برافو. نكسلاش تشربوا الماز انتوا عم تعملوا جلسة. ايه البراد عنا بنص المكتب. هيدي هي. يطلع دعايات حلوة مينيموم. كريتيفيتي. كمان بضيف على زينة انه مش بس انه لبنانية هن كمان عندهم الطابع الوطني اللبناني يعني مش انه لبنانية بس بيكون حتى فيها مساج له دخل بلبنان ومحبة لبنان والرجعة لبنان. هاي اللي لوحدها بدها 2 thumbs up. الفكرة بتجنن وكبيرة. كمان دبل طلع لك 4 يعني كبيرة كبيرة كتير جراديوز هارو لأكادم وأكيد هيدا لألكون وأنا بس أقول لك شغلة أنا ما بشرب الكول الكول واحد بشرب وهي بيرة المازة حلو برافو رولا برافو ستاندينج أوفيشن مرحلة ألكساندو بلا بلا ولا تكت أسعد وهي أنا بدي أشكرك كتير دايما عندك كرياتيفيتي كتير مهمة وكتير كبيرة ودايما بنحس يعني الستيل تبعك معروف بكل الدعايات والحملات الإعلانية اللي أنت بتحط بصمتك فيهم بدي أقول لك خليك دايما بهالروح اللذيذة والحلوة لأنه بالنهاية بلبنان نحن منعوز دعايات لبنانية تشبهنا ومش إنه نقتبس فكرة من برا أو نستوحي من أفكار دعايات من برا ونعملها بلبنان لا عايزين الإنسايتس اللبناني نشوف دعايات من صنع لبنان منتج لبناني رائد مثل منتج الماظة انا بدي اقول لك ميرسي بوكو وشكرا كثير على هذه الحمله اوفر اول كم شخص راح تراجعوا على لبنان 50 شخص 50 شخص يعني 50 تيكت راح 50 يمكن يكونوا من كندا يمكن يكونوا من استراليا يمكن يكونوا من الكويت ما بنعرف مين حيربح ان شاء الله يكونوا من ابعد بلدان ممكنه حتى نستفيد منهم نحن بلبنان بفاتو اكثر اذا ما قدروا يجيبوا فيهم يعملوا ابجريد بزنس بهول لا لا بتعرف شو اسعد يا ريت مقابل كل لبناني بتردوه بتاخذوا سياسه بداله بتفلوا حلو وساعتها خلص هون عالم عم تشرب بيره خلص افتحوا لي فيلم افتحوا له فيلم افتحوا له فيلم معنا مش لنسكر كلها على هيدا الشيء اسعد ايه شكرا كثير لوجودك معنا ثانك يو اسعد تابعينا من الاخر وهلا بلا قطع عن حديثكم كيف فينا نشفى من بعض الحالات مثل الفوبيا بجلسة واحدة أو كمان كيف فينا نخدر الأشخاص بلا لجوء لأدوية كل هالأمور رح نكتشفها سوا مع العلاج والتخدير الإيحائي مع دالي جعجع هاي دالي دكتور دالي في ما هيك فضل أهلا وسهلا فيك دالي جعجع إبنوثيرابي شو هي إبنوثيرابي؟ إبنوز يعني؟ تنويم مغناطيسي؟ ما كتير بحب كلمة تنويم مغناطيسي هي لأنه تنويم مغناطيسي أكتر مسمرايزينج لفرانس مسمر هو من يلي ساهموا بنشأة الإبنوز بس مش إبنوز يعني مسمرايزينج بيستعملوا الفلويد مانياتيك أوكي. يعني مشان هيك بيقولوا له تنويم مغناطيسي بيستعملوا المغناطيس إبنوز هو علاج إيحائي. الإبنوثيرابي شو هي اليوم اللي رح نحكي عنه؟ هي نورمال ستيت كل حدا ممكن يعني يحس فيها إذا عم يحضر موفي وكتير عيشه يعني كتير تاخد فيه. شو بحس؟ إذا عم تقرأ قصة وقتها بتتأثر بالموفي مثلا بتبكي بتتأثر مع الشخصيات It's a state of hypnosis إذا عم تقرأ كتاب كمان كتير مأثر فيه لو جبت الشغل على emotions يعني كل واحد But it's a higher state of awareness. تصير okay. aware أكتر على subconscious تبعك. في تكنيك معين لتنيم هذا الشخص؟ إيه هو مش sleep يعني بيكون ب higher state of awareness. Okay. وفي تكنيك معين لتوعي؟ إيه في وقتها بده يفتح عينه ويوعى يعني إنه هو مش نايم لا يوعى. مش إنه بتنيم واحد وبركي ما تثبت التكنيك لتوعي بضله نايم. لا
ما هو مش صراحة أنا هو شوف اللي بدك تعمل يبهول من كل إنه إذا بيعرف يعني بركي ينسى يوعيني إنه بركي ينسى كيف بعدين في سؤال السبب اللي عم يعمل الهيبنوز يعني أكيد التراست مهمة لأنه إذا حدا suspicious وعم بفكر وأناليتيكال وهيك وما بده يتعاون معي ما فيه حدا منكم عامل شي مرة هيبنوز أنا كثير بخاف بي عمل لي مرة أوكي وما عاد لا عملها على فترة كثير صغيرة وين انتو سمع اللي قلته قال لك بلا بلا لا كان وقتها عملها على شي دقيقة الشيء الوحيد كان بس انه قال لي تسكر ايدي وشد قد ما فيه هيك عملتها وما بعرف شو اعمل لما وعيد رجع قال لي شدها شديتها فتح لي اياها بس رجع فرجاني بعدين انه لما كنت شددها انا ونايم اجوا سبعة جربوا يفتحوها ما قدر فحط كل الباور تبع كل الجسم in one point. أوف. That was the only thing. ما حدا منكم رجع عمل شيء جرب أو شيء. ما بعرف. حدا بيخاف منه؟ أكيد أنا كثير بخاف. جوش. أنا بخاف عندي اللي ثقة إذا بدي أعملها عند حيلا حدا في قصة الثقة مش الخوف من نتيجة الإبنوز. زينة. أنا ما بعرف إنه كيف عقلي الباطني بدي يساعدني أتخلص من التوتر والتشنج تبعي. أنت يعني ولا البطن ولا. ولا واحد. ولا واحد. ولا انه كيف بتساعد هيدا بتعرف البوتنشال اللي عنا اياه ان اور ماينز كثير قوي بس اوقات نحن ما بنكون اوير اوف ات بنصير نقول انه نحن مش قادرين نعمل هيك مش قادرين نعمل طب هي تريتمون بس ايه اتس ا واي اوف تريتمنت يعني حتى كذا كذا مرحله يعني بيعملوا عمليه شو بايران عملوا عمليه سيزاريان بس ايبنوز من دون ولا انستيزيا بلا بلاش ايه بامريكا كانوا عم يعملوا عمليات قلب مفتوح كمان وبيقولوا للكانسر بيشنتس كمان كثير بتشيليف ذم فروم بين ببطلوا كثير يحسوا بوجع اكثر شيء شهرت خبريه الايبنو ثيرابي وقت طلع اول ناس صاروا يخلوك توقف دخان بالايبنوز يعني بيعملوا لك ايبنوز بيقنعوك انه انت ما بتدخن في كذا زيمر قال عنها بكذا جلسه وبعدين من بعد ما يخلصوا بتظهر ما بتدخن يعني ما بتروح تشتري علبه دخان خلص دماغك عم بيقول انت ما بتدخن في ما دائما المثل المشهور عجيلانو قال انه عمل كذا سيشن هيبنوثيرابي ووقف سموكينج قال اي كان بيليف انه ما عملتها من قبل جيلانو منافس لنا اللي عم تعمل بيير بس حدا بحب يجرب انا اكيد ولا بتخافوا انا بتبرع بالياس انا بخاف انا بتبرع بالياس وي نيد هيم باك ما بتخافك تعمل فيه انت شو بدك تعمل بتخاف ولا لا هيك بدي اعرف خلص شيء خاص بالوجع ولا شيء مثلا انه انت ونايم عوي حتنايميه ولا كيف شو حتعمل اذا عبالك فينا نجرب ابنه انستيزي فيك تخدر اي منطقه من جسمك و شو الهدف فينا نسينه لاخر الحلقه ما سعد ابي فكرت بتخدر شكل بتخدر شكل تفضل تفضل خلينا نطلع نجرب تفضل على الشامبو بس مش نسينه شو بدك يتخدر فيك الياس؟ للي شو نعمل اكزاكتلي للياس؟ الياس بدك تساعدني تستعمل البوتنشال اللي عندك اياه بالماين مشان تحصل على انستيزي بايدك اوكي بس تفنتفق اي ايد احسن بكون عم فكر هيك بتصير بهيدي مش هاي الايد اوكي بدنا سكوت تام لازم احسن يا بتطفوا الاضوية بتفلوا عشان هيك بده يعمل لي لسانه يا بدي اطلب منك هاي الايد تخليها هيك اوكي اوكي اي ما جايد انت المفروض تسمع يلي عم اقول لك اياه وتطبقه لانه انت يو دو ذا جوب اوكي ايم جست توكينج انا بدي اياك تشد على هاي الايد وطلع بهاي الايد اوكي تيك ا ديب بريث اند از يو اكسهيل ليت جو اوف اول ذا تنشن ان يور بودي تيك انذر ديب بريث اند از يو اكسهيل Let go of all the tension that is still left in your body. Okay, take one last deep breath. And as you exhale, relax totally into it. Keep pressing on my hand, looking on the other hand. Concentrate on your breathing. Okay, close your eyes. Okay, drop your hand. شو أكتر لون بتحبه الياس؟ أبيض. Okay. فيك تتخيل ضوء أبيض؟ تخيل هذا الضوء عم يجي على وجهك. عم بيرخي كل عضلة بوجهك حس بكل عضلات وجهك عم ترتاح عم ترتخي هلا الياس لحد من 3 للواحد بصير عند الواحد تخيل حالك إنه ستور اوكي مجازة 3 2 1 تخيل حالك هونيك شايف المحل
اوكي سيرتش بهذا المحل في جلاف لونه بلو بس لاقي ارفع اسمعك اوكي جيب هاي الجلاف البلو حطها على ايدك ايدك الشمال حس بهذا الجلاف بكل اصبع من ايدك انت عم تحط هيدا الجلاف حس بالدم عم يترك ايدك حس بايدك عم بتصير نامب اكثر عم بتبلش تحس بالنامب نص بايدك عم تحس بالدم عم ينزل عم يترك ايدك حس بالدم عم يترك كل اصابع ايدك عم ينزل كل اصبع من ايدك بس تحط الجلاف على ايدك وتحس بهالنامب نص ارفع اصبعك هلا في هيدا يلي بحطوه وقتها وقتها الايد بتكون مكسوره شفتوا هيدا الربان لفه على ايدك لفه من الريست تبعك لحديت الفينجر تيبس تبعك بس تلف الربان ويوصل لحديت الفينجر تيبس تبعك تحس بهالبروده بكل ايدك بالتخدير ملا ايدك ارفع اصبع ايدك اليمين اوكي هلا ايدك مخدره كليا رح جرب اقرصها اللي اذا عم تحس بشي عم تحس بشي قدي مش كتير اوكي عم تحس بوجع لا اوكي عم حس فيه هلا طبيعي يحس انه عم دق فيه بس ما في وجع بس ما لي موجوع يعني. لا ايه انت عم تشد كتير ما بعرف اللي عم تشد يعني. عم تحس باي وجع كل ما دق بإيدك كل ما تتخدر أكثر وأكثر في أي وجع؟ أوكي عم تحس بشي؟ في وجع؟ شوي أنجع في أي وجع؟ أي وجع؟ إيدك كتير مخدرة لدرجة أنه هلأ إذا دقيت فيها او اي شيء دق فيها مش رح تحس بي ولا اي وجع رح تحس بالتخدير بس عم تحس بشي؟ عندها اوكي كتير منيح هلا كيف بيوعى هلا؟ كيف بيوعى؟ بس ثانية قبل تعقف انا برأيي هروب رح يتعد من خمسة للواحد بس اذا عند الواحد فيك تفتح عينيك خمسة حس بالانرجي عم ترجع على جسمك حس بالدم عم يرجع على ايدك عم يرجع على كل اصبع من ايدك حس بالموجه من الانرجي عم تنتشر بكل جسمك انرجايزين كل ماسل بجسمك كل بارتي بجسمك عم تحس على كل سنساسيون عم يرجع على ايدك every sensation عم ترجع لايدك الدم عم يرجع الflow of blood كله عم يرجع على ايدك عم تحس بايدك اكثر هلا اوكي اربعه flow of blood عم يرجع أقوى وأقوى بإيدك sensations عم يرجعوا أكتر وأكتر على إيدك ارفع إصبعك إذا حسيت بكل هالأشياء أوكي في بإيدك هلأ بدي أجرب أقرصك لأشوف مثل قبل هلأ عم بنوجع أوكي مش رح نشد عليك بس لا هلأ بالعظم هيدا أوكي رجعوا سنساسيون على ايدك عم تحس بالوجع اكثر اكيد لا وجعت مش عم وجعتيني ثلاثة حس بالاوانس تبعك عم ترجع على استوديو على الناس موجودين على كل شيء هون اثنين حس بالمايند تبعك فريش اند اليرت بس تفتح عينيك رح تحس حالك مرتاح اكثر وفيلينج جود واحد فتح عينيك برافو Yes, exactly. شو حسيت؟ بشوف الفيلم يعني ال أنا يعني بعدني عم بنزف لك الضفير شو دم هذا أنت إيه يا لا لا أنا والله العظيم ما دقيت فيك أنا كنت برا لا أنت شكيت واحدة من الإبر شفتك لا لا ما دقيت بالإبر شو ساعة شكيت فيه بخف إحساس الوجع أوكي يعني عادة بس شك إبرة بدك تنقص at least مزبوط ما نقزت ما حسيت بهذا بس إنه حسيت إنه فاتت الإبرة
لجوا بس ما حسيت بوجع. يعني انا ما بعرف انا ايه اكيد انت بدك تحس انه عم بيصير شيء بس الوجع يعني مثلا بتقروص ولا شيء بحسيت انه عم تعمل لي هيك بس معلمين كثير يعني كانت قويه بس مش وجع صحيح بعد لهلا الضفر ايه لا بعيد عن طب من الاخر انت بنستعمل هاي الابنوثيرابي دالي ايه كله ده ابنوثيرابي مفيده بعده كيسز يعني بالفوبياز من سيشن وحده ممكن حدا يتخلص من الفوبياز بالهابتس دخان أوقات بتشوف ناس struggling كل حياتهم ليوقفوا habit ومش عم يقدروا بالإبنوز you target subconscious والsubconscious يعني الإيموشنال intelligence it already knows شو البروبلمز كم sessions بياخدوا؟ إجمالا ما كتير يعني ممكن one or two to solve the main issue يعني إذا في عدة issues عدة sessions بس أوضح للمشاهدين الجلسة اللي انعملت مع الياس يعني تقريبا كانت 20 دقيقة وقتها نحن على الهواء رح نقصرها حتى المشاهدين يعني رح يشوفوها بوقت أقصر بكتير صح. بس هيقدروا يشوفوا الإفاة لأنه ما رح نقدر نترك 20 دقيقة مطولة لحديث ما نيمنا الإيد أو خدرنا الإيد على الآخر من الآخر الياس الرامي قديش بترجع بتعيد التجربة؟ حبيت أنا ما خفت منه؟ بعيدة أبداً ما في شيء بخوف شفت شيء كلب أسود أو شيء ولا لا ما خفت منه كمان داني جانا أنا بدي أتشكرك كثير على هيدا الثيرابي بدي أقول إنه دائما أنت أخصائية وحضرتك دكتورة كمان يعني مش كل شخص بيقدر يعمل هيدا الثيرابي مش كل شخص جرب يعملها بالبيت ولا كل شخص جرب يعلي صوته ويحدى يسمع شو كده عم تقول داني ويقعد بالبيت يجرب ينام ويشوف الكف الأحمر والكف الأخضر وإلا بيجوا أهله عليه بيفرجوا الكف المظبوط شكرا كثير لك وشكرا لوجودك معنا الليله ثانك يو ميرسي بكم بريك كانت بوقت البريك ما تروحوا لمحل خليكم عم تتواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر بريك عم نشوف عالم طرابلس كنت كثير حابه المشروع واستغربت انه في كثير ناس عندها نفس المسج تبعيتي ومش حابه الحرب جورج عندك بلان ترجع على لبنان بدك اهل بيتك يعرفوك مزبوط الفكره اللي كانت عندي انا اطلع لبرا كرمال المصاري أوكي. اشتغلت برا وبلشت شهرتي تطلع برا فاكيد بيهمني كثير لبنان يعرفوني انا لبناني تكون بعيد عليا الجزء الأخير من الأخير وهلا آخر إنجاز تصفيات لاخر انجاز لهالموسم متابعه مع بنك اوف بيروت اوريدي قطعوا جزء كبير من المشاركين وهن اليونج اتشيفر يلي كانوا معنا خلال هالموسم والليله رح نتعرف على ثلاثه اتشيفرز كانوا موجودين معنا بالموسم تنشوف اذا كيف عم يعملوا حملتهم تعطوا تصوتون اكثر على yaplebanon.com تنشوف مين منهم رح يفوز باخر انجاز للسنه واكيد الجائزه الاولى هي $15,000 الثانيه $10,000 والثالثه $5,000 منجزين ليلى هن يسرى المدهوم سامي ملاح وهبه رشاش بونسوار كيفكم سوا يسرى ذكرينا شوي اكثر عن مشروعك شو كان كان مشروعي فان ارتس فوتوغرافي بصور بس مش بورتريتشر بصور فاين ارتس يعني كيف الكادرات اللي بتحطون مزبوط طيب وخبريني اكثر وقت طلعت من الاخر كيف كانت هيك الفيدباك العالم كان الاول على الحلقه كثير حلو يعني بعد الحلقه يعني بعد يمكن نهار واحد كان حكينا شي 100 شخص إذا عالم دقولي عالم حكيونا على السوشيال ميديا كان كتير حلو وبيير كيف كان معك وقت الانترفيو؟ بيير؟ مين بيير؟ هيك كده يسرى قدير تحكي وقتها؟ $3,000 $3,000؟ أنت لعليك 6 thumbs up هبة بونسوار بونسوار بيير مشروعك كان؟ أنيميشن فيديو عن طرابلس مزبوط خبرينا ردود الفعل كيف كان بعد كانت الفيدباك كتير حلوة ما توقعت انه بعد اسبوعين يجيني 4000 فوت اكتر عالم طرابلس كانت كتير حابة المشروع واستغربت انه في كتير ناس عندها نفس المسج تبعيتي ومش حابة الحرب
أكيد. يعني أحب توقفه مثل ما أنا أحب أوقفه. بس أكيد ما استغربت قد في عالم بيحضروا هالبروجرام. أكيد. عن جد لازم يشوفوا إبري حلو. يا ريت نشوف كأنك إبري. هبة كم ثامس أب طلع لك وقتها؟ 5 ثامس أب. مين ما صوت لك؟ أنا. لا على كذا برافو فنيك. سامي شو كان مشروع؟ مشروع كان فيروكسيو سيستم بيلقط حرايق بغابات ومبادئ الدفاع المدني. ركبتوا عملتم بروتوتيب؟ وي عملنا بروتوتيب له. قد ايه هدفكم بروتوتيب؟ قلنا هذيك مره بحدود ال 800 دولار. قد ايه ربحتم من الاخر؟ 3000. شو عملتوا فيهم؟ عم نشتغل كمان نظبط اكثر. عم نعمله انه يلقط الحريقه بطريقه اسرع وانه يجرب تو بريفنت ذا فاير يلقطها قبل ما تبلش. يعني ولعتوها مضبوط بس. خبرونا بلشتوا تعملوا كامبين لكم تحت الناس يصوتوا لكم على الياب لبنان؟ اكيد. يلا لكن انا رح اعطيكم دقيقه لكل شخص منكم جرب يقنع اكثر شيء ناس ليش هو بدكم تصوتوا له، ليش هو بده يربح باخر انجاز، ولشو عايز اكيد المبلغ يلي هو بيوصل ل 15,000 دولار. يسرى بلش معك، عندك دقيقه تفضلي. انا انجازي بالفان ارت فوتوغرافي كان عبر انه عائلتي واصحابي واهلي شجعوني بالدعم المعنوي من عمر كثير صغير، من عمر 13 سنه. فطبعا الدعم المادي كثير بيساعدني، خاصه اني بعتمد على المسابقات اللي بتخليني اشترك بمعارض اعرض فيها اعمالي. بينما هذا الدعم المادي بيقدر يخليني انه اقطع بجزء من حلم كثير كبير اللي هو انه اعمل معرض الخاص. ف تكون يعني ستيب كثير مهمه بي ماي كارير توورز بينج ا فاين ارت فوتوغرافر. برافو برافو. هبه تفضلي. انا بحب اقول لكل العالم اللي كمان عندهم بيسفول مسج انه يصوتوا لي، لانه ام بلانينج فور سمثينج ريلي امبورتنت فور تريبولي. عم فكر اعمل شيء ليساعد العالم اللي تضررت من المشاكل بطريقه مش ماديه، بطريقه ارتستيك بالميوزك. وفي كتير عالم ما وقف تحدي بهذا المشروع، وبتمنى انه الكل عالم تصوت لك كرمال اللي مشي فيه. سامي انا التجاه هو عم اشتغل، عايزين مصاري كمان نعمل البروجي تو بريفنت ذا فاير من وقته قبل ما يبلش. ولكل واحد بحب انه الطبيعه وبده انه يبقى في عندنا خضار وشجر يصوت للبروجي كرمال نطوره ونطبقه على الحقيقه وننقذ الغابات. بعد عندك 40 ثانية. ما بس. خلاص. أنا أكيد بدي أقول لكم جود لوك للجميع، وإن شاء الله أكيد كلكم تفوزوا، يعني إذا ما كانت المرتبة الأولى المرتبة الثانية أو الثالثة. الأهم إنه أنتم اليونج أتشيفرز وأنتم منجزين لبنانيين شباب. نحن بنفتخر إنه في شباب مثلكم اليوم بلبنان عملوا إنجاز على مستوى الوطن، ونحن لو كان إنجاز صغير أو كان إنجاز فني، إنما بالنهاية بعمركم وبالمجال اللي أنتم بتشتغلوا فيه، يعني ما انتم بروفيشنالز، قدرتوا تعملوا هيدا الانجاز. مشان هيك نحن بدنا نحييكم على انجازكم وبرافو وجود لك اكيد للمسابقه اللي رح يتم النتائج باخر حلقه من الاخر. شكرا كثير لوجودكم معنا ليلى وسيره. متابعينا من الاخر، وهلا عايشين على كيفكم. بعمر ال 14 سنة اكتشف حبه للدرامز واحترفها بعمر ال 17 سنة. دق ببلدان عديدة مثل أستراليا، إنجلترا، قطر والإمارات، يلي كان له مشاركة كتير كبيرة فيها وتحديدا بملاهية. بالإضافة لمشاركته مع فنانين عديدين أمثال جورج وصوف، رامي عياش، أيمن زبيب وغيرهم. خلينا نسمع ونتعرف سوا على جورج صافي اللي إجا خصيصا من دبي على استوديو من الآخر. نستقبل سوا جورج صافي. I'm glad you came.
جورج صافي واو ما شاء الله عليك قد ايه بتاخذ انرجي منك هالشيء؟ ثانك يو والله ما بعرف يمكن شيء حسبوها كم كالوري بتصرف 10,000 كالوري يمكن بكل ساك بكل مره جورج جورج من عمر 14 سنه بدق على الدرامز انا من انا وصغير بدق طبله بدق ايقاع بلشت طورها وبلشنا بال بس ليش اوكي بس ليش اتجهت على هيدا النوع وقديش صار لك بدبي عم تحترفها صار لي 8 سنين بشتغل لهيدي الشغله يعني انا صار انك بتعيش منه بدبي شو بتعمل وين بدك حفلات خاصه ولا انا ب... لا انا عندك كونتريات ولا شو بتعمل عندي كونتريات بقطر وبالبحرين بشتغل مع الفاشن تي في بدبي بكذا محل بطلع يو كي ببرم محلات بس انا عندي شركه ايفنت يعني انا اوريدي بالمصلحه يعني انا بجيب فنانين وباخذ فنانين على ايفنتات وانا بشتغل يا معهم يا اما اذا ما كان في هالستايل ما بشتغل بس على هذا الستايل بيركشن يلعبوه اوريدي شفتها هذيك السنه كان في البير بويا جون كان ضيفنا كمان الموسم الماضي ولا قبله هيدا الموسم الماضي الموسم الماضي يعني اليوم هيدي ترند جديده عم نشوفها وقليل كثير الاشخاص هي اذا بنجي بنفتش مين الاشخاص يلي بيحترفوا هالنوع من الفن من اللي يكون بركه انتم اثنيناتكم عارف اذا في شخص ثالث موجود باللبنان ممكن فيه مش مبين مشان هيك لازم نحط عليه السبوت لهالبركشنست بالاحرى البركشنز هن البركشنز كذا آلت ايقاع بيشتغل عليهم البركشنز الموسيقى من وين يعني انت بتشتغل كيف بتبلش الشغل؟ الشغل ببلش من الموسيقى بتعمل ميكساج للموسيقى اللي بدك اياها ومن بعدها بتركب بدك تكون بتشتغل بالميوزك بال يعني بدك تكون اول شغله فهمان الميوزك اللي هي الهاوس ميوزك اللي بنشتغل نحن عليها انا كنت اشتغل عربي بس قلبت على الاجنبي لقيت يعني عندي احساس الاجنبي حبيت فيها شوية صعوبة انك تقدر تفهم الاجنبي كموسيقى تلعب معه لانه عم بلعب اوقات طبلة اذا لاحظته طبلة مع الاجنبي فيها شوية وجعة راس اذا بدك بس تتعود له يعني انا بحس نغمة جديدة نغمة جديدة عم اسمع بينطلب منك تعمل شيء زيت شيء على اغاني عربية؟ ايه طبعا وبتعمل؟ طبعا انا اشتغلت مع كثير فنانين بهول القطع على العربي حلو كثير جورج صافي حدا منكم حدا جورج قبل مرة؟ نو هيدي اول مره على منكم سافر على دبي قبل مره نو اول مره بس بينحضر ولا مره بس بينحضر ديفينتلي ثانك يو ثانك يو جورج عندك بلان ترجع على لبنان بدك اهل بيتك يعرفوك مزبوط الفكره اللي كانت عندي انا اطلع لبرا كرمال المصاري اشتغلت برا وبلشت شهرتي تطلع برا فاكيد بيهمني كثير لبنان يعرفوني انا لبناني وانا زلمة عم بشتغل على موضوع يمكن الاول بالعالم انه انا عم بعمل قطعه LED بعد ما حدا فكر فيها بالعالم ها اكيد بيهمني لبنان بلدي وشعبي يعرفني اكيد طبعا في بلان ترجع يعني هلا ارجع قريبا لا بس عندي هلا برمضان فيديو كليب بدي اعمله اذا قدرت تتبين هيدي القطع ينعرف فيها بالبلد كان انا ولا كان البرت ولا كذا شخص اللي بعد مش مبينين وان شاء الله بس ارجع لبنان على طول لا جاج عرفت انه كنت تغني بنهر الفنون من كم سنه شيء 17 سنه وليش ما كملت بالغناء انه عاج صاروا كتار عاج عاج صاروا كتار ويمكن مني قد البقوه برافو يعني حسيت منك صوتك منه قد البقوه فضلت تغير كاري ناس كثير قويه صوتهم كثير حلو مش مبينين في عندك ناس صوته مش حلو وباقيين مثلا تينو كرم بتحب حبيت انا مجرب كذا مره بيركاشن بس مجرب عده الات ما كانت تزبط معي ما عندي الاير هاند كوردينيشن بحب اسمع اكثر كنت دائما بسهرات يو كي ريفيت وكذا دائما في بيركاشن مع الهاوس ميوزك تو جيف ات تيك ات ترايبل فيل فبس اول مره بسمع الدربكه مع جورج بعرف كل فنان بيطمح للعالمية هل بتحس اليوم النكست ستيب هو مش بس تعمل فيديو او الفيديو يكون هو باب لك لتوصل للعالمية اكيد كل فنان بيتمنى انه يوصل للعالمية وبما انه انا اشتغلت بدبي مع دي جيز كبار بيشتغلوا بيدقوا بيلعبوا هاوس ميوزك فانديتا ارمن تيستو دبي فتحت لي باب بتعرف يعني فوت على الخط الكبير الواسع بس بدي وصل انا رساله العربي بالاجنبي مش مثل ما كانوا عم مثل هون مثلا هلا كل اغاني العربي بتحسهم المطربين العربي عندهم بيت هاوس مي هاوس انا بدي الهاوس اقلبها شوي عربي ان شاء الله اقدر اوصلها يعني فكره حلوه مش غلط هلا عندك مشروع يمكن مع دي جي او شيء ولا لا
كولابوريشن مع شي دي جي تعمل تاخذ موسيقته او شي كومينج اب يا ما تروح عم تور معه مثلا اذا مع ارمن بيعمل تور وول تور تروح انت معه في دي جي دي جي جاك بيشتغل بدبي معي انا وياه على طول يعني بكافالي وسيد سوار ايه في بلان انا وياه كثير حلو ان شاء الله تزبط معنا في ارب ايجل بجنن كمان نعمل تور حلو من الاخر ياسر رامي سؤال بس من الاخر كيف رياكشن تبع العالم الاجانب اللي بيسمعوا البيت العربي كيف بتحس هيدا الحلو انه الاجانب بيحبوا اكثر من العرب بس يسمعوا البركاشنز مع الميوزك هل هذا رياكشن حلو ايه كثير بيقول لانه فيها ايقاع يعني هلا هي يمكن نفس التراك تسمعيها بس زياده فيها ايقاعات زياده وهن الاجانب بالذات لانه هن معودين على هالميوزك تحسهم كثير متقبلين الفكره انا بالنسبه لي تامز اب حبيت كثير والله يوفقك ان شاء الله تعمل البلانز اللي بتحلم فيهم ثانك يو انا حانهي بالسلوجن تبعكم without music life is a mistake exactly اللايك رح تقتلع لايكر شو بتقول لايكر لا انا بدي تكفي اللي عم تعمله بركي مع اكثر شقف درامز بعد مور ترايبل قصص افريكان يعني هون عندك ست درام كامله ودربكه بس بركي بتاخذ كل البركشنز بيعمل صوت بعد والست اكبر بدبي بس بتخيل ما قدرت تجيبه كله ايه كم بدي اقول لك ست اكبر بكثير فيها بيزات فيها شيء بيطلع مي انت عم تلعب شيء بالفاير ايه وتيصير يعني اكثر من موسيقى بس بتصير شو كمان شايف عندك لو ان ذا دارك وليت جوا وكذا سو بيكمز ا شو اون اتس اون اللي بتلحق الموسيقى يعني صحيح. انت ما رح تعمل موسيقى لحالك في دي جي انا كنت يور ان انسترومنت معه وبتطبع يور ان انترتينر بالنهايه exactly. زين جورج انت ولعت المسرح وهيدا اكبر دليل انه انت عزفك رائع عزفك كثير حلو والحلو فيه انك مثل ما قلت لونت الموسيقى الغربيه بالموسيقى الشرقيه هذا الشيء كثير حلو كمان عندك جورج بس مية اول شيء مش رح زعله انا سابقا كنت قايل انه ما بحب الدرمز او البركشن لوحده انه بحسها مش مزيك لوحده ماكسيموم بترقصني شوي يمكن هلا فرقت لانه بعدني عم بحكي انت وعم دق انه حلو يمكن من ورا كمان وجود الميوزيك بال كسبور لانه البركشن لوحده بلا الميوزيك بتصير انه يا واحد بده يترقص يا بده تبلش تزعج له تزعجه من بعده لا كثير عجبني الشو خاصه بدي لك شغله بيقولوا البركشن عم يستعملوه كميوزيك ثيرابي كمان يعني عم تقول ازعاج هلا بلبنان بلا شو فيها ديبندز يمكن كيف واحد بياخذها واي نوع بس حبيتها كثير مع الموسيقى وراها بالجهه واكيد يوما ما بس احضرك مع الشو اللي بيجي معه اكيد بعد رح لاقيها احسن اكيد تمزب ثانك يو ورودا كادر جورج بتعقد رقصتنا وسليتنا وفرفحتنا واكيد تمزب هيك تضلك ثانك يو بس ارجع على لبنان بس بدي اقول لك برافو كثير للي عم تعمله فعلا يعني شفت حتى هول الليد اللي حطيته الاضاءه يعني كنت شوي هيك انوفاتور مثل ما بيقول يعني جربت تخترع قصص حتى تجمل حتى تروح على اكثر على الشو اكثر ما هو على الموسيقى علما انه بدق الموسيقى بطريقه كثير منيحه بس العالم عايز تشوف كمان شو حلو كثير مش هيك جورج بدي اقول لك برافو لكل شيء عم تعمله وشكرا كثير لانك جيت لعنا على بيروت وتحديدا على من الاخر شكرا ولا هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليلة بنهاية الحلقة بدي اتشكر الجمهور الموجود معنا ليلة شكرا كثير لوجودكم معنا بدل امجاد شويكات لسان جوزيف عنتورة ولا الأنطونية موجودية شكرا شكرا لكم كانوا موجودين معنا بديسي هالحلقة ياسر رامي ريما نجار تينو كرم زينة شمعون جورج حرب ورونك عادي شكرا لك بدي اتشكر كل طاقم عمل البرنامج باتريسا صائر ريتا منصور ديما جمال رشال السماحة البروديوسر رالف مطر واكيد المخرج ميشيل صليبا ومساعد المخرج جابرييل المور شكرا لكل طاقم عمل نسيت حدا
شكرا لك كل طاقم عمل استوديو فيزيون والام تي في. اذا حابين ترجعوا تحضروا الحلقه فيكم تتصلوا, فيكم تفوتوا على الويب سايت اللي موجود باسفل الشاشه. ما تنسوا دائما تتواصلوا معنا عبر فيسبوك وعبر تويتر. بنيت على الان بنقول هابي بيرثداي كثير كبيره للاكزكتيف بروديوسر رالف مطر. رالف مطر هابي بيرثداي وعقبال المياه. هيدي تحيه منا كلنا لك. ملتقانا الاسبوع الجاي بنفس الوقت دائما على الام تي في. تصبحوا على خير.